السلام عليكم ومرحبا بكم خاوتي اخواتي في هذا الفيديو. كما عودناكم اليوم جبنا لكم اهم اخبار الجزائر. في الاخبار عندنا الجزائر ستقطع العلاقات مع فرنسا. ايضا في الاخبار اجبارية تغيير لوحة ترقيم السيارات لكل الجزائريين في كامل الوطن. اخيرا في الاخبار اسبانيا تحاول التقرب من الجزائر. هذه هي ابرز عناوين اخبار الجزائر اليوم. لا تبقوا معنا حتى الاخر اعزائي المشاهدين باش تعرفوا كاع تفاصيل هذه الاخبار. وايضا قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ارجوكم تضغطوا على زر الاعجاب وتشاركونا رايكم في التعليقات، هذا راح يدعمنا بزاف وشكرا جزيلا لكم. الخبر الاول، اسبانيا تحاول التقرب من الجزائر. اقترحت اسبانيا عقد قمة اورو متوسطية خلال رئاستها للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من عام 2023، كما اعلن في برشلونة يوم امس الخميس من قبل وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل ألباريز. وستجمع القمة رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 دولة ونظائرهم من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين والاردن. وستكون هذه هي القمة الثالثة التي تعقد تحت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر بالفعل وهي مقررة بالفعل من أحد القادة الأوروبيين في غرناطة وأخرى مع قادة أمريكيين لاتينيين ومنطقة البحر الكاريبي في بروكسل. وقالت صحيفة ألباريس الإسبانية أن لقاء من هذا النوع يتطلب عملا دبلوماسيا مسبقا ومكثفا، خاصة في ظل الأزمة الجزائرية الإسبانية التي افتعلها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانسيز. وعقدت آخر قمة أورو متوسطية عام 2008 في باريس، لذا في عام 2023 ستكون قد انقضت 15 عاما على انعقادها. وما رأيكم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين؟ وهل ترون أن سبب انعقاد هذه القمة هو إرادة إسبانيا التقرب من الجزائر؟ أخبرونا لكم في التعليقات. في الخبر الآخر، إجبارية تغيير لوحات ترقيم السيارات لكل الجزائريين في كامل التراب الوطني. حيث كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد يوم الخميس عن صدور مرسوم تنفيذي قريبا يتعلق بتغيير لوحة ترقيم كل السيارات في الجزائر. وأوضح الوزير أن الرقم الجديد هو وطني ووحيد دون وضع رقم الولاية، مشيرا إلى أن رقم تسجيله الذي يظهر رقم الولاية سبب عدة سلوكيات سلبية، منها تمييز صاحب المركبة في حال تواجده في ولاية أخرى. وتابع مراد أن هناك مرسوما تنفيذيا يقضي بتغيير رقم ترقيم السيارات حيث تصبح البطاقة إلكترونية، مشيرا إلى أن الرقم يشطب في حال ما أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال. وواصل الوزير بالقول أن عدة أصحاب المركبات من ولايات داخلية وصحراوية طالبوا بتغيير رقم ترقيم سياراتهم بسبب هذه الممارسات العنصرية. وما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ وهل ترون أن هذا القرار جميل وهل تؤيدونه؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات فنحن نقرأ جميع التعليقات. الآن دعنا ننتقل إلى الخبر الآخر والأخير. في الخبر الآخر، الجزائر ستقطع العلاقات مع فرنسا قريبا. حيث أن ثالث مستخدم للفرنسية وهي الجزائر ترفض العضوية في منظمة فرانكفونية في وقت شهدت فيه الجارة تونس مطلع الأسبوع انعقاد الدورة 18 للقمة الفرانكفونية بمشاركة 90 وفدا دوليا بينهم 31 من كبار قادة المنظمة. فضل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بدلا من ذلك حضور افتتاح مونديال كأس العالم في قطر، مكرسا قرار الجزائر مقاطعة منظمة الفرانكوفونية التي تم تأسيسها عام 1970. واقتصر حضور الجزائر سابقا في قمم المنظمة الدولية للفرانكوفونية على صفة ملاحظ كضيف، خاصة منذ مشاركة رئيس عبد العزيز بوتفليقة في بيروت عام 2002 كآخر مرة. يحدث ذلك فيما تعتبر منظمة الفرنكوفونية الجزائر ثالث بلد فرنكوفوني في العالم بعد فرنسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ يتحدث أكثر من ثلث سكان الجزائر بالفرنسية وفقا لآخر تقرير عام 2022 الصادر عن المنظمة، وقد لا يكون هذا التقرير دقيق للغاية. وفي حديث على هامش قمة تونس الأخيرة، اشتكى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
من وضع اللغة الفرنسية في المنطقة المغاربية قائلاً: من الضروري أن نكون واقعيين، الفرنكوفونية تتوسع في بعض البلدان، ولكن هناك أيضاً نكسات حقيقية. وأوضح أن نسبة استعمال الفرنسية اليوم في البلدان المغربية أقل مما كانت عليه قبل 20 أو 30 عاماً، مرجحاً الأمر إلى أشكال من المقاومة شبه السياسية، إلى جانب سهولة استخدام اللغة الإنجليزية والإنترنت إلى غير ذلك. ودفع هذا الواقع المناقض مجلس الشيوخ الفرنسي منذ 22 فبراير 2017 إلى التساؤل: كيف للجزائر التي تسجل انتشارا واسعا للغة الفرنسية أن تكون عضوا في المنظمة العالمية للفرنكوفونية؟ وللإجابة عن تساؤلات التقرير الفرنسي، رد الوزير السابق للثقافة والاتصال في الجزائر محي الدين عميمور أن الفرنكوفونية استنساخ مشبوه لفكرة الكومنولث التي ابتكرتها بريطانيا للتحفظ بسيطرة إمبراطوريتها على مستعمراتها السابقة بعنوان اقتصادي براق وهو الثورة المشتركة. وقال عميمور في تصريح للجزيرة نت أن فرنسا قامت بأمر مشابه للمملكة المتحدة البريطانية، لكنها جعلت عنوانه اللغة، والهدف واحد لكنه أكثر خبثا وأقل ذكاء على حد وصفه. من هنا جاءت حساسية الجزائريين من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ولم يكن هذا مجرد وهم، فقد ورد في الموقع الرسمي لها أن الفرنكوفونية تمثل مجالا من أكبر المجالات اللغوية العالمية، فهي ليست مجرد تقاسم لغة، لأنها تعتمد أيضا على أساس الاشتراك في القيم الإنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسية. ويمثل هذان العنصران الدعائم التي ترتكز عليها المنظمة الدولية للفرنكوفونية حسب عميمور. ويرى المتحدث أن تعبير القيم الإنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسية ليس مجرد تعبير بلاغي، بل إن التفكير فيه بعمق يمكن أن يفضح تناقضه مع الانتماء العربي الإسلامي للوطن الجزائري، ويصبح الهدف هو ربط دول الأعضاء في المنظمة بفرنسا سياسيا واقتصاديا وفكريا. ومن هنا رفضت الجزائر تماما الانضمام إلى منظمة ظاهرها ثقافي وخلفيتها استعماري محض على حد تعبيره. وأوضح أن الجزائر المستقلة منحت اللغة الفرنسية في سنوات معدودة وجودا يتجاوز عشرات المرات ما أعطاه لها الاستعمار الفرنسي خلال 132 سنة حتى تكون جسرا بين الثقافتين العربية والفرنسية. لكن السوسة المدسوسة حسب عميمور نجحت في تحويل الفرنكوفونية إلى فرنكوفونية حب لفرنسا، ثم إلى فرنكوفونية ولاء فرنسا، حتى بلغت الآن مرحلة متنمرة ومتزايدة في معاداة العرب، وقد كانت الأصابع الفرنسية وراء كل ذلك. وما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية الفيديو. إذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وسنلتقي مجددا مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.